السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نكملوا الدرس اللي كنا بدينا ديال لي زامورتيسمون. دابا غادي نشوفوا كومون كالكولي لي دوتاسيون د دامورتيسمون. الوغ بالنسبه للكالكول اون ا دو كا، عندنا جوج ديال الحالات. الحاله الاولى هي فاش كتكون لي موبيليزاسيون مشريه في الاول ديال العام، يعني مشريه في جونفي في البدايه ديال العام، سي بون. الوغ هنا ما عنديش مشكل، لا دوتاسيون كنطبقوها، كنطبقوا القاعده ديالها اللي هي شنو، اللي هي لا فالور دونتري فوا لو طو. هكا كتحسب لي لا دوتاسيون، لا فالور دونتري يعني بشحال تشرات لي هذيك لي موبيليزاسيون فوا لو طو. لو طو شنو قلنا تيساوي؟ تيساوي 100 سور ان، يعني لو طو اي توجور اون بورسونتاج بالنسبه للمئويه، يعني 100 مقسوم على ان، مقسوم على شحال لا دوغي دو في ديال ديك لي موبيليزاسيون. الوغ هادي كتكون في المعطيات. هذا لو كا الاول. لو كا الثاني هي فاش كتكون لي موبيليزاسيون مشريه في وسط العام، حيت الشركه اي ني با اوبليجي انها تشري شي حاجه الا بغات دير لاكيزيسيون، اي ني با اوبليجي انها تشري ديما في جونفي. الوغ كتقدر تشري سوا في جونفي، فيفري، مارس، افريل، سا ديبون على حسب البوزوان ديالها. الوغ الا شرات في الاول ديال العام ما عنديش مشكل، شرات في وسط العام او كور د لاني، الوغ هنا كنخدمو باغ لو بروسيدي ديال بروغاتا تومبوري. اشنو هو البروغاتا تومبوري؟ يعني كنحسب لي دوتاسيون ديال الشهور اللي دوزت عندي ديك لي موبيليزاسيون. يعني دابا الا فكرتو غير منطقيا، الشركه شرات مثلا اون ماشين في شهر خمسة، الوغ هي شحال دوزت عندها في الشركه ديك لا ماشين؟ دوزت عندها شهر خمسة و ستة و سبعة و ثمانية و تسعود و عشر و حداش و اتناش، دوزت عندها 8 شهور. يعني راه ما يمكنش تجي وتحسب لا دوتاسيون ديال العام كامل. الوغ في هاد الحالة شنو كنديرو؟ كنديرو لا دوتاسيون كتساوي لي لا فالور دونتخي فوا لو طو فوا ان سور دوز. لا فالور دونتخي مضروبة في لو طو مضروبة في ان على اتناش. هاديك ان هو عدد الأشهر اللي دوزت عندي في الشركة. اوكي، الوغ غادي نشوفوا واحد ليكزامبل ديال مشريه في الاول ديال العام، وغنشوفوا ان اوتر اكزامبل فاش غادي تكون مشريه في وسط العام باش تفهموا مزيان. الوغ ليكزامبل الاول غناخذوا اون فواطور مثلا او بيان فيكول، لا فالور دونتري ديالو هي 120000 درهم، 12 مليون. لا دوري دي في ديال ديك لا فواطور هي 5 سنين. امتى تشرات؟ الوغ هادو هما لي دون اللي خصكم تركزوا عليهم في لينونسي. تشرات في لو 1/1/2010، يعني تشرات في الاول ديال العام. هنا ما عنديش مشكل، ما غاديش نخدم بالبروغاتا تومبوري، غادي ناخذ القاعده كما هي وغنحطها. شنو هي القاعده ديال لا دوتاسيون؟ لا فالور دونتري فوا لو طو. الوغ لو طو باينه، قلنا بلي لو طو كيساوي 100 سور ان. الوغ ان هنا عندي شحال؟ ان هي 5، يعني غادي ندير تي تساوي 100 مقسوم على ان، يعني 100 مقسوم على 5 سنين. صافي، وكنجي كنحط القاعده لا دوتاسيون ديال 2010 كتساوي لي 120000 درهم اللي هي لا فالور دونتري فوا تي. 120000 درهم مضروبه في 100 على 5 كتعطيني 24000 درهم. الوغ انا جي با دو بروبليم، سي كالك سي سي فاسيل ا كالكولي. دابا غنشوف ليكزامبل الثاني. ليكزامبل الثاني هو فاش كتشري، فاش الشركه كدير لاكيزيسيون، يعني فاش كدير الشراء في وسط العام. كما قلت لكم اللي با اوبليجي انها ضروري تشري في جونفي. الوغ هنا غاد اون فاغاردي لا ميم فالور دونتري اللي هي 120000 درهم، 120000 درهم. لا دوري لا ميم سي 5 ans، ستادير كو لي موبيليزاسيون الي امورتيسابل سور 5 ans. اشتي، الوغ هنا عطيتكم 3 كا. الكا الاول فاش تشرات واحد في شهر 5، والكا الثاني فاش تشرات في شهر 7، والثالثيم كا فاش تشرات في شهر 10. الوغ فاش تشرات في شهر 5 شحال دوزت عندي انا هذيك لي موبيليزاسيون ديك الطوموبيل؟ شحال دوزت عندي انا في الشركه؟ دوزت عندي 8 شهور. كيفاش غنحسبها؟ حسبوها. دوزت عندي شهر 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12، يعني 8 شهور. يعني لا دوتاسيون ديال 2010 هي لا فالور دونتري فوا لو طو، لو طو 100 سور 5 فوا 8 سور 12، 8 مقسومه على 12. الا تشرات في شهر 7، يعني عاوتاني كنحسبوا شحال دوزت عندي هذيك لي موبيليزاسيون في الشركه. شريناها من شهر 7، يعني دوزت عندي شهر 7 و8 و9 و10 و11 و12، دوزت عندي 6 شهور.
لو موا فاش كتشرى فيه لي موبيليزاسيون كنحسبوه. و الا شريتها مثلا في شهر 10 يعني شحال شنو شحال غدوز عندي؟ غدوز عندي 10 و 11 و 12 3 موا. الوغ كوم سا كتكون لا دوطاسيون ديال 2010 شنو هي لا فالور دونتري فوا لو تو فوا ان سور 12 ان سا ديبون ديال لو موا داكيزيسيون. الوغ كوم سا كنحسبوا لا دوطاسيون بار لو بروسيدي ديال بروغاتا تومبوري. الوغ 120000 درهم مضروبه في 100 مقسومه على 5 مضروبه في 3 على 12 فوالا. الوغ دابا غادي نشوفو alors maintenant on va voir غادي نعطيكم واحد المعلومات اللي الاغلبيه تيغلطوا فيهم. نعطيكم واحد المعلومه اللي الاغلبيه تيغلطوا فيها اللي هي الكالكول يعني لا باز د كالكول. واش ديك لا فالور دونتري كتكون اور تاكس ولا كتكون تي تي سي؟ الوغ الاغلبيه ديال الناس ما تيفرقوش ما بين الاور تاكس والتي تي سي. وشنو هو الاور تاكس وشنو هو تي تي سي وشنو هي لا تي في ا؟ الوغ تي تي سي تو تاكس كومبريز سيتادير تي تي سي داخله فيه الضريبه، داخله فيه داكشي اللي كتخلص اللي كيمشي للدوله الضريبه سيتادير لا تاكس سور لا فالور اجوتي اللي هي لا تي في ا. اور تاكس يعني لو بري داشا اور تاكس يعني الثمن ديالها بدون ضريبه. تي تي سي هو الثمن داخله فيه الضريبه، لوغ تاكس هو الثمن بدون ضريبه، ولا تي فيا هو هي ديك الضريبه على القيمه المضافه. سي بون. الوغ فاش كتجي تحسب لاموغتيسمون نورمالمون il se fait على حساب لا فالور لا فالور دونتري اور تاكس، ما كنحسبوش تي تي سي. والاغلبيه كيعطيكم لا فالور دونتري تي تي سي يعني خصكم تخرجوا لوغ تاكس. الا حسبتيها على حساب الا حسبتيها تي تي سي سي فو، راه كيمشي لك البلان دامورتيسمون كامل الحساب كله تيمشي لك الا غلطي في لا فالور دونتري. الوغ دابا كيفاش غنخرجوا لوغ تاكس؟ لوغ تاكس كتشوفوا في لينونسي يعني في التمرين تيعطيوكم يعني النسبه المئويه ديال الضريبه، واش 20% ولا 10% ولا 14% سا ديبون 7% ولا هذا. الوغ الا كانت 20% تناخذوا داك تي تي سي اللي عطاوكم وكتقسموه على 1.2. الا لاحظتوا راه كنديروا 1.0 داكشي اللي عطاكم في الضريبه. الا كانت 14% 14% شنو كنديروا؟ كنديروا تي تي سي ديفيزي بار 1.14 يعني ديك 14 هي 1.14. الا عطاكم 10% هي تي تي سي مقسومه على 1.10. والا عطاكم الضريبه هي 7% كديروا تي تي سي ديفيزي بار 1.07 ماشي 1.7، 1.07 حيت الا درتو 1.7 هذيك راه غتسمى 70%. اوكي. الوغ اول ما حاجه كديروها كتلاحظوا واش لي نونسي معطيكم اور تاكس ولا تي تي سي. لا فالور دونتري باردون معطياكم اور تاكس ولا تي تي سي؟ تعطاتكم اور تاكس خدموها كيما هي، تعطاتكم تي تي سي اوبليغاتوارمون خصكم تخرجوا لور تاكس. كتحسبوا لا باز لا باز ديال لاموغتيسمون كتكون اور تاكس. الوغ هنا غادي نعطيكم ان اكزومبل اللي غنخدموا عليه. الوغ عطاوكم مثلا اون ماشين اشتي لو بري داشا ديالها انتم عطاو ليكم تي تي سي ماشي اور تاكس 180000 درهم لا تاكس سور لا فالور اجوتي لا تي في هي 20%. وامتى تشرات؟ تشرات لو 12/7/2006. سي بون. الوغ المعلومات المهمين هما هادو، بشحال تشرات والضريبه شحال بورسونتاج ديال لا تي في ا، ولا دات داكيزيسيون يعني لاحظتوا هنا راه ما مشريش في الاول ديال العام، مشريه في وسط العام يعني اون فاترافايي بار لو بروسيدي ديال البروغاتا تومبوري. عطاوكم دوطخ انفورماسيون كومبليمونتير، عطاوكم كو هذيك لا ماشين باش تشرات مثلا تخيلوا انها جات من برا ولا جات من اون اوتر فيل، ترونسبور ديالها 10 ملغرام، لاسورونس ديالها 12 ملغرام، والانستالاسيون باش دارت وباش باش تركبات 18 ملغرام. الوغ السؤال الاول عطاكم ديتيرميني لا فالور دونتري ديال لا ماشين، يعني عطيو لا فالور دونتري اللي غادي نبنيو عليها الاساس ديال الحسابات ديال لاموغتيسمون.
من بعد vous allez dresser son plan d'amortissement. إلا عندكم la valeur d'entrée fausse, automatiquement le plan غيكون faux. Alors باش نحسب la valeur d'entrée, شنو غندير؟ Qu'est-ce que je vais faire? La valeur d'entrée هو le coût d'achat hors taxe. Voilà كيما قلنا, on va travailler hors taxe. يعني le prix TTC divisé par 1,2. علاش 1,2؟ حيت عندي la TVA فيها 20%. كون عطاوني la TVA فيها 10% غندير 1,1. عطاوني 14% غندير 1,14. Alors هنا 180 ألف درهم مقسوم على 1.2 plus زدنا les frais plus le transport plus l'assurance plus l'installation. Alors الأغلبية غيقول لك لا la valeur d'entrée هي غير الثمن بشحال تشريت. حنا كنحسبو بشحال تقامت لا ماشين على الشركة, لي frais كاملين اللي تزادوا لها. الوغ نعطيكم ان اكزامبل, مثلا اللي شي واحد فيكم باغ اكزامبل شرا جو سي با شرا باغ اكزامبل سروال, مثلا شرا سروال ولا اون جاكيت ولا شي حاجه بحال هكا, شراها ب 200 درهم 200 درهم, لقى فيها مثلا ان ديفو, لقاها مقطعه من شي بلاصه ولا لقاها مثلا كبيره ولا شي حاجه, دار الخياط, الخياط خلص عليها 20 درهم اخرى. الوغ الا سولتك انت بشحال تقامت عليك هذيك السروال ولا هذيك الجاكيطه, بشحال تقامت عليك؟ ما تقامتش عليك ب 200 درهم, تقامت عليك ب 220 درهم. اوكي الوغ بحال هكا الشركه شرات الماكينه وزدت عليها دوطخ اكسسوار, زدت عليها الترونسبور وزدت عليها لاسورونس ولانستالاسيون. الوغ لو بري الكو يعني بشحال هي تقامت عليها, تقامت عليها بلو بري باش تشرات زائد لي فري. هذه هي لا فالور دونتري. الوغ اول حاجه كنخرج لوغ طاكس, يعني تي تي سي مقسوم على 1.2, 180000 درهم مقسوم على 1.2 زائد 10000 درهم زائد 12000 درهم زائد 18000 درهم. الوغ لا فالور دونتري هنا هي 190000 درهم. هذه هي اللي غادي نبني عليها الحساب باش غادي ندير لو بلان دامورتيسمون بور دريسي سون بلان دامورتيسمون. Alors voilà. Maintenant, on va voir le plan d'amortissement. Alors, pour dresser le plan d'amortissement, je ne peux dire. Alors, pour dresser le plan d'amortissement, qu'est-ce que je vais faire? Je n'aurai rien à dire. Quand je le taux d'amortissement, le taux d'amortissement, il n'a sans sur N, voilà. On dit N, il y a 10 ans, à Chalsnin. Alors, le taux d'amortissement, il y a 10%. L'annuité constante d'amortissement, je n'aurai rien à dire. Il a pris une annuité, l'annuité, je n'aurai rien à dire. La valeur d'entrée fois le taux. La valeur d'entrée, on a dit 190000 dirhams fois 10%. Alors l'annuité constante est 19000 dirhams. ولكن الى لاحظتوا حنا قلنا بلي لاشا دارت في لو 12/7/2006, يعني دارت في وسط العام في 2006. في 2006 شحال دوزات عندي ديك لا ماشين في الشركه؟ دوزات عندي 6 شهور, يعني شريناها في شهر 7, شهر 7 و8 و9 و10 و11 و12, يعني 6 مو. La valeur d'entrée في le mode constant, فاش كنخدموا بالكونستان كتبقى هي. الوغ كاع لي مو كاع لي زاني كنحط فيهم 190000 درهم كتبقى فيكس. لانويتي ديال 2006 هي 9500 درهم. كي درت حسبتها هي 190000 درهم مضروبه في 10% مضروبه في 6 ديفيزي بار 12 بروغاتا تمبوري اللي خدمنا قبيله. الوغ الكوميول دامورتيسمون واش كنديرو؟ كندير 9500 زائد الوغ في 2006 9500, في 2007 كندير 9500 زائد 19000, في 2008 28000 زائد 19000, كنبقى غادي وكنزيد لانويتي دامورتيسمون ديال كل عام. وخصني في 2016, الوغ الا لاحظتوا هنا نورمالمون شنو قلنا؟ قلنا بلي لا دوري دو في ديال لا ماشين هي 10 ans, هي 10 سنين. اوكي يعني في 2006 دوزت 6 شهور, 2007 2008 9 10 11 12 13 14 15, يعني حتى 2015 يلاه دوزت عندي غير 9 سنين و 6 mois.
مازال ما كملاش 10 سنين اكزاكت. الوغ ديك 6 شهور الاولى خصني نزيد لها 6 شهور واحده اخرى باش كتكمل لي عام. ولا في ان اون فان ديكزيرسيس لا في ان اشنو كتساوي ليا؟ هي لا فالور دونتري موان لامورتيسمون كومولي. يعني لا في ان ا ديال 2006 هي 190000 ناقص 9500، ولا في ان اف 2007 هي 190000 ناقص 28500، ولا في ان اف 2008 هي 47000، هي 190000 باردون ناقص 47500. كان لا في ان ا هي لا فالور دونتري ناقص لامورتيسمون كومولي. وخصكم في لا في ان ا في الاخر تلقاو زيرو، يعني كو لا كو ليموبيليزاسيون اي توتالمون امورتي في لا 10ايام اني. اون فوا كتكمل 10 سنين خصنا نلقاو زيرو، يعني 190000 درهم فلوسها صافي سالاو في او بو ديال ديك 10 ans. اي با فوالا كوم سا غنكون وصلنا لا فان ديال لا فيديو. جيسبر تكونوا فهمتوا. سي فو زافي دي كيسيون فو بوفي